وأحث الجميع على الحرص على أذكار الصباح والمساء، فإنها بإذن الله تعالى حصن حصين للمسلم يتحصن به من الشرور. الشرور كثيرة، الشرور محيطة بالإنسان كثيرة، هناك المس، هناك السحر، هناك العين، هناك أيضا الأذى الذي قد يجده الإنسان من شياطين الجن والإنس، هناك يعني شرور كثيرة، هناك أيضا أذى الهوام، فالشرور كثيرة. ولذلك إذا حصن المسلم نفسه بهذه الأذكار فإنه بإذن الله تعالى يوقى من هذه الشرور بإذن الله تعالى، يعني تكون سببا من أسباب وقايته وتحصينه من هذه الشرور. فمثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير، كان له عدد العشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت يعني، وهذا موضع الشاهد، حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. حفظ، يعني حرز تحفظه من الشيطان. وهذه فائدة عظيمة لهذا الذكر، أن تكون حرزا له حتى يمسي. كذلك من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء هو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، حين يصبح يقولها 3 مرات، وحين يمسي يقولها 3 مرات لم يضره شيء. وأيضا إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. فهذه الأذكار هي حصن حصين للمسلم، فعلى المسلم أن يحرص عليها وأن يتحصن بهذه الأذكار من الشرور. وإلا فإنه إذا لم يأتي بهذه الأذكار يبقى معرضا لهذه الشرور. الله، يعني ربما أحد الناس يعجب به في أي مجال من مجالات الحياة فيصاب بعين، لا حول بعين، إما إعجاب وإما عين حاسد، لا حول ف ف ف فيصاب بهذه العين مثلا. هذا شر من الشرور. لكن لو تحصن بالأذكار، ومنها مثلا سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق وسورة الناس كما يقول الإمام القيم قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور التي في الدنيا. أي شر في الدنيا يخطر ببالك، سبحان الله، هاتان السورتان تضمنتا الاستعاذة بالله منه. فالذي يأتي بهاتين السورتين مع سورة الإخلاص يقرأها 3 مرات مع أذكار الصباح والمساء